يعلن الديوان الملكي أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سيكون في مقدمة مستقبل أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لدى وصوله إلى البلاد يوم غد الأحد الموافق للخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري في زيارة رسمية لمملكة البحرين يجري سموه خلالها مباحثات مع جلالة الملك المفدى تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين إضافة إلى تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية. وينتهز الديوان الملكي هذه المناسبة ليرحب بضيف البلاد الكريم والوفد المرافق متمنيا لسموه طيب الإقامة في بلده مملكة البحرين.